بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا تطيب الدنيا إلا بذكره، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولا تطيب الجنة إلا برؤيته. كتب على خلقه الزوال والفناء، وتفرد وحده بالخلود والبقاء. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تزول تلك البيوت، تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. والصلاة والسلام على النبي الكريم ذي القلب الرحيم والخلق العظيم، والهادي بإذن ربه إلى صراط مستقيم. أحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، ومتعنا برؤيته، وانفعنا بشفاعته، وأوردنا يوم القيامة حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، فقد جئنا اليوم لتكريم والد كريم وأب رحيم، فارق الدنيا وفارقته الدنيا، واستقبل الآخرة واستقبلته الآخرة، بعد أن قضى حياته يسعى في رضا الله تبارك وتعالى وفي تربية أولاده. ذلكم هو المغفور له بإذن الله تعالى، الحاج عبد المجيد شاهين. نسأل الله العلي العظيم أن يجعل جمعنا هذا في ميزان حسناته، وخير ما نستهل به دائما وأبدا القرآن الكريم. نستمع خاشعين منصتين إلى قارئ متقن كريم، يقرأ القرآن حق قراءته ويتلوه حق تلاوته. ذلكم هو العلم الإذاعي الكبير، فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. نسأل الله العلي العظيم له التوفيق والقبول، فليتفضل محفوفا بتوفيق الله رب العالمين، مشمولا بعنايته. نسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذه التلاوة المباركة في ميزان حسنات قارئها ومستمعيها يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدقكم الله وعده
يحسونهم بإذنه. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومن ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم
والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يقولون أن لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله قل قل إن الأمر كله لله قل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو
صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا ذلك
والله يحيي ويميت
ولئن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على فإذا عزمت فتوكل على الله فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله ولئن قتلتم في سبيل الله
ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله إن وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل وما كان لنبي أن يغل
ومن يضل يات بما ضل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا فاخشوهم فزادهم إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل والله ذو فضل عظيم صدق الله.